أنها فشلت لأسباب نجز منها الآتي: أولا، تعدد المبادرات الإقليمية والدولية فضلا عن تعدد المنابر. شهدنا في العامين الماضيين كيف أن كان هنالك أو كانت هنالك عدة مبادرات إقليمية ودولية كانت تبحث عن حل لقضية دارفور، وهذه المبادرات المختلفة أدت إلى تأزيم الوضع في الإقليم. ثانيا، تشظي الحركات المسلحة وتشرذمها متخطية بذلك الخطوط القبلية ووصلت إلى بطون وأفخاذ القبائل. ثالثا، عدم وجود إرادة سياسية من جانب المركز الحكومة لحل قضية دارفور حلا شاملا، وكانت الحكومة تقول إنها مستعدة للتفاوض متى ما توحدت الحركات الدارفورية. كان قيامي من منبر الدوحة أصحاب الفخامة نقطة فارقة في محاولات حل المشكلة، إذ أنهى تعددية المبادرات الإقليمية والدولية ووضع كل الأطراف على محك الاختبار. فمن جهة كان مطلوبا من الحركات المسلحة إثبات جديتها لحل القضية، لأن بقاءها دون حل يلقي بظلال خاتمة على مستقبل السودان بأكمله. وقد بذلت جهود خارقة لتوحيد حركات المقاومة المسلحة تحت مظلة حركة التحرير والعدالة، والتي انضوت تحتها أكثر من 20 حركة دارفورية مسلحة، وكان هذا أولى عتبات نجاح منبر الدوحة. أما الجانب الحكومي فكان علينا اختبار إرادته ورغبته في حل القضية في طاولة المفاوضات التي رعتها دولة قطر بمباركة واسعة من المجتمع الإقليمي والدولي، ونحن اليوم في هذا الحفل نرى نتيجة ذلك الاختبار. قررت حركة جيش التحرير والعدالة البقاء في منبر الدوحة باعتباره المنبر الوحيد المسود إقليميا ودوليا، كما أن عزيمة دولة قطر على حل القضية كانت دافعا قويا للمضي إلى آخر الشوط. تلك فرصة لم تتوفر منذ أبوجة عام 2006 لكل أطراف قضية دارفور لإنجاز حل عادل ومشرف. فاليوم فقط يمكننا القول أننا وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبمؤادرة كريمة من أخوة كرام في دولة قطر الفتية وأميرها، بدعم غير مسبوق من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، نقول إننا قد أنجزنا ما كان مطلوبا منا وفاء لأهلنا في دارفور. وفاء لأهلنا في دارفور ولشهدائنا ولوطننا. إن هنالك نقطة جديرة بالذكر، وهي أن منبر الدوحة قد أرسى منذ انطلاقته منهجا للتفاوض بين الحركة والجانب الحكومي، وكان رأي حركة جيش التحرير والعدالة أن يتم إشراك أصحاب المصلحة في حل القضية، وتحديدا النازحين واللاجئين، المجتمع المدني ومواطني دارفور عبر تنظيمات وشرائح ذلك المجتمع المدني. ولأجل ذلك جاءت دعوة انعقاد اجتماع المجتمع المدني الثاني والذي تشاورنا فيه مع أهلنا في دارفور، وبشفافية حول القضايا التي تهمهم وجذور المشكلة، ومن ثم أنجع الحلول التي يرونها. ولا أذيع سرا بأننا قد ضمننا تلك الرؤى في مواقفنا التفاوضية، لأنها كانت حصيلة حوار عميق مع مختلف الأطراف في دارفور، وقد شملت المواقف التفاوضية على أساس ذلك القضايا التالية: اقتسام السلطة، اقتسام الثروة، الترتيبات الأمنية، التعويضات للمتضررين والعودة الطبيعية للنازحين واللاجئين، العدالة والمصالحات. وهذا هو الملف الذي أضفناه في هذه المباحثات، ثم حقوق الإنسان. كان التفاوض حول هذه الملفات المتشعبة شاقا ومضنيا، صبرنا على أذى غير قليل ومن أناس كثر على الصعيد الشخصي والمستوى التنظيمي في آن واحد، تحملناه جميعا لقناعتنا الراسخة إن قضية دارفور أكبر من الأفراد، ولم نرد على أي إساءة
لم نرد على أي إساءة، رغم أنه كان بمقدورنا لو شئنا القيام به وبأكثر من وسيلة. وكنا نضع في اعتبارنا دائما أن القضية هي ملك للجميع، ولن تحتكرها فئة أو أسرة أو قبيلة أو إثنية. صبرنا لأن السهل في السهل والصعب في الصعب، صبرنا وببساطة لا تقبل الجدال، لأن الله مع الصابرين وسيجزي الشاكرين. إن هذا الاتفاق الذي بين أيدينا هو ما استطعنا إنجازه هنا في الدوحة عبر التفاوض، وهو جهد بشري مقدر بلا شك يستحقه أهلنا ووطننا الكبير، وإنما أحرزناه بشكل يشكل أساسا قويا للحل الشامل والعادل لقضية دارفور. إننا لم نسعى قط أو نرغب التوقيع لوحدنا، وذلك إدراكا منا لما يعانيه أهلنا في دارفور، منطلقين من إيمان راسخ بشمولية الحل وإشراك كل الأطراف. وفي هذا الأطار تحركنا بمساعدة المجتمع الدولي والوساطتين القطرية المشتركة من أجل إقناع الآخرين للحاق بمنبر التفاوض، كما وقعنا اتفاقات تنسيقية وأصدرنا بيانات مشتركة حول العديد من القضايا، وتحاورنا لإزالة الجفوة بيننا، وذلك بشهادة أهل دارفور والمجتمع الدولي، ولازلنا نتعهد أمامكم بالعمل للوصول إلى الغاية الكبرى، وهو توافق أهل دارفور حول هذه الوثيقة. لم نلجأ إلى إقصاء أحد، ولم ننادي بإقصاء أحد، وسوف لن يكون ذلك ديدننا على الإطلاق، وسوف لن نسمح بإقصاء أي فرد من أبناء دارفور، فلكل أبناء دارفور الحق في السلطة والثروة. إن التحدي الذي سيظل يواجهنا ليس التوصل إلى وثيقة سلام في دارفور رغم أهميتها، ولكن التحدي يكمن دائما وعلى ضوء التجارب السابقة في تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه وإنزاله إلى أرض الواقع ليكون ماثلا أمام الناس، سيما المستفيدين منه. وهنالك تحديات رئيسة تتطلب منا التصدي لها بعزم، منها على سبيل المثال للحصر العودة الطبيعية للنازحين واللاجئين بعد تأمين طرق ومناطق العودة، بالإضافة إلى تعويضاتهم وتقديم الخدمات لهم حيثما قرروا الإقامة. ولا شك فإنهم يستحقون منا كل الجهد، لأن هؤلاء هم عنوان القضية وأكبر إفرازاتها، وقد آن الأوان أن نضع حدا لمعاناتهم ويعودوا بكل كرامة إلى أماكن إقامتهم الأصلية بعد أن يتم تعويضهم بشكل مجزي، لأن كرامتهم هي كرامة السودان، إذ لا كرامة لوطن يشار إلى بعض بنيه بالنزوح واللجوء. إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وهذا في حقيقة الأمر يحتاج إلى جهد يفوق قدرات السودان، مما يستدعي استصراخ الأشقاء والأصدقاء والشركاء، فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتقديم يد العون لتحقيق ذلك. الالتزام الصارم بتنفيذ الاتفاق وفق الجداول التي تم إعدادها، ثم رتق النسيج الاجتماعي الدارفوري وإعادة تأكيد قيم التسامح والتعايش في المجتمع، بجانب توحيد أبناء دارفور حول ما يمثل الحد الأدنى لصالح سلام واستقرار دارفور. إن حركة التحرير والعدالة تسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تأسيس شراكة سياسية وعقد اجتماعي يتوافق عليه كل أهل دارفور. ومثلما تواجه دارفور تحديات خاصة بها، فإنها أيضا تواجه تحديات الوطن الأخرى، بل تتحمل جزءا من تبعات ذلك وتتمثل في الآتي: أولا، تداعيات انفصال الجنوب السياسية، منها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ثانيا، لا زالت هناك عدة بؤر يحتدم فيها الصراع في السودان الشمالي، وهي جنوب كردفان بما فيها بيي والانقسنة، شرق السودان، وهي بؤر تلقي بظلالها على دارفور. وأخيرا، فإن هذه التحديات تفرض ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد ككل، ولن يتأتى ذلك إلا بالتوافق
حول برنامج وطني يستجيب لدواعي التطور وتمتين وحدة البلاد وسلامتها، برنامج يتيح الحريات السياسية دون قيود، لا يعزل أحدا ولا يقصي حزب، برنامج تتوفر فيه وسائل المحاسبة والمساءلة عبر قضاء مستقل وجهاز رقابي فاعل يضمن الشفافية والنزاهة وتجويد الإدارة الحكومية. وقبل أن أبرح مكاني هذا، أستأذنكم أيها الحضور الكريم بتوجيه رسائل خاصة مفادها أننا قد عقدنا العزم على المضيء في طريق السلام، ولا خيار خلاف السلام مهما كلفنا ذلك. وبناء دارفور جديدة نسخر لها قدراتنا وخبراتنا وهمتنا، ونؤسس للبناء الاجتماعي الذي سيتوافق عليه كل أهل دارفور. وأقول لإخوتي في الحركات والفصائل المسلحة أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم يسع الجميع، مثلما أن دارفور والوطن يسعان الجميع. لننضم إلى السلام جميعا، لأن قوتنا في وحدتنا، ونستطيع أن نحقق مكاتب أكثر لدارفور إذا ما وحدنا صفنا. وهذا الاتفاق لم ولن تنفرد به حركة دون أخرى، وسيظل خطابنا واضحا جدا بأننا بذلنا خالص جهدنا ووضعنا عصارة خبرتنا، ولكنه سيظل ملكا للجميع. وإذا ما استطاع آخر منا إحراز أفضل منه، لن نستنكف القبول به من باب الأنانية والاعتداد بالذات. إذا في إخوة بفتكروا إنهم ممكن يحققوا أكثر مما إحنا حققناه، إحنا حنبصم على ما حققوه بالأصابع العشرة. يا إخوتي، لم يعد حمل السلاح مدياً في وطن أنهكه الاقتتال. رسالة الثانية. رسالة الثانية إلى أهلي في دارفور ومؤداها أن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، دعماً للوحدة ونبذاً للفرقة والشتات، حتى نعيد دارفور لسيرتها الأولى، وذلك من خلال حشد الدعم المادي والمعنوي لهذا الاتفاق. رسالتي الثالثة إلى إخوتي في الوطن الكبير، أبنائي وبنات السودان، مفادها أن بلادنا أصبحت اليوم على شفا الهاوية نتيجة الحروب والسياسات غير الرشيدة التي خضعت لها منذ صبيحة الاستقلال. وليس أدل على ذلك ذهاب ثلثه. إذن يحتم علينا الواجب أن نحافظ على المتبقي منهم، فإن مثل الذي حدث في دارفور سيمزق حتما ما تبقى من الوطن، فضلا عن أن الذي يحدث في أجزاء متفرقة أخرى من الوطن خاصة جنوب كردفان يهدد بقاء السودان ويقود إلى كوارث إنسانية ما أغنانا عنها، وماذا سنجني من ورائها سوى الخراب. يجب علينا إخوتي في الوطن أن نتغلب على الجهوية والقبلية التي استشرت في طول الوطن وعرضه، وأضحت مهددات لبقاء وطننا أكثر من العدوان الخارجي. فلنتجه إلى آفاق أرحب تسري الوطن وتبنيه. إن بسط الحريات السياسية على أوسع نطاق هو حزام الأمان لمسيرة البناء الوطني. ولقد خبرنا الدكتاتوريات والكبت السياسي، ولم نجني منها سوى التخلف والشتات، بل وتهديد الوطن بالفناء والزوال. إذن يحتم الواقع اليوم قبل الغد أن نشترك جميعا في صناعة القرار الوطني عبر مؤسساتنا السياسية والحزبية، لأن الشأن الوطني لم يعد ترفا أو فرض كفاية يقوم به نفر من أبناء الوطن نيابة عن الباقين، ولا توجد فئة تتميز عن سواها بهذا الشأن. ورسالة الرابعة أيها الجمع الكريم إلى المجتمع الإقليمي والدولي، وعبر لهم مجددا عن عميق شكرنا وامتناننا، وخص هنا بالذكر دولة قطر، ليس لاستضافتها مفاوضات سلام دارفور فحسب، إنما أيضا لسخائها اللامحدود لدعم الاستقرار والسلام في دارفور عبر برنامج ينفذه صندوق تنمية دارفور، وكذلك بنك تنمية دارفور. وأقول للمجتمع الإقليمي والدولي إننا قد وضعنا الأساس لحل قضية دارفور، ولن يكتمل هذا الأساس إلا باستمرار الدعم المادي والمعنوي لتعزيز هذا الحل، وإن دارفور لا زالت تحتاجهم في الفترة التي تعقب التوقيع على هذا الاتفاق، وذلك لتنفيذ برامج إعادة الإعمار، وهي برامج تحتاج إلى دعم مادي نفوق قدرة السودان في ظروفه الحالية. وأرجو أيضا
من الدول الداعمة والمدرجة في آلية مراقبة التنفيذ أن تجتهد معنا لتوفير المساندة